حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا في رياضة سباقات الهجن لتؤكد المكانة العالية التي تمتاز بها المملكة في المشاركات الخارجية، وتجسيدا للرعاية الفائقة التي تحظى بها مختلف الرياضات في المملكة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث جاء الإنجاز الجديد عبر فوز إنجاز وجبل دخان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في شوطين ضمن مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الإبل الذي أقيم في المملكة العربية السعودية. إنجاز تاريخي يسجل في سجلات المملكة في سباقات الهجن، والتي دائما ما يكون تواجدها متميزا في مختلف المشاركات الخارجية، حيث ساهم دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحقيق لقبين في شوطين ضمن مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الإبل، والذي شهد مشاركة واسعة وكبيرة جدا من مختلف المشاركين من أنحاء العالم. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بالفوز في شوطين ضمن مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الإبل، وهو ما يؤكد المكانة المتميزة لمملكة البحرين في مشاركات الخارجية، والتي دائما ما تكون ذات طابع خاص في ظل الدعم اللامحدود والرعاية التي تحظى بها الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويجسد رعاية جلالته أيده الله في كافة المشاركات الخارجية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز مملكة البحرين في المهرجان يأتي في إطار مواصلة حصد الإنجازات في المشاركات الخارجية، والحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق هذه الإنجازات باسم مملكتنا الغالية، حيث أنها تؤكد الحرص الدائم على جعل علم المملكة يرفرف دائما في كافة المشاركات، وهو ما تحقق في مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الإبل، والذي يحظى بمتابعة كبيرة وذات طابع عالمي في ظل المشاركة الواسعة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ما تضمنه مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الإبل قد أسهم في إبراز الجوانب التراثية المشتركة وعمقها الخليجي والعربي والإسلامي، وعكس بشكل جلي الجهود المتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في الاهتمام بالموروثات الثقافية والرياضية باعتبارها تاريخ وهوية، وهو ما نتابعه دائما في ظل القيادة الحكيمة وعكسها على إبراز المعالم السياحية والتراثية في المملكة عبر سباقات المختلفة ومن بينها سباقات الهجن. وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بنجاح مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وهو ما يؤكد المكانة المتميزة التي يحظى بها المهرجان، معربا عن تقديره لكافة اللجان العاملة على جهودها وحرصها على إبراز السباق بأفضل صورة. كان الحضور والتواجد من شعر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ثالث الأسماء، كان شعار وتواجد شعر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف السعود ورابع الأسماء.